يحيى وصل وطالع دلوقتي. مساء الخير. مساء النور. دكتورة سلمى جوه مش كده؟ جوه. هعمل تليفون واجي. يا ابن اللعيبة. شرابي شرابي. لسه يا ريس. شرابي ايه خلصوا. يحيى انت ما تعرفنيش بس انا اعرفك كويس واعرف انك بتخاف على الدكتوره. الدكتوره معايا هي مدير المكان. لو ما جيتش وسلمت نفسك ورميت السلاح اللي معاك هموتهم لك هم الاثنين ومعاك لحد 10. واحد اثنين ثلاثة ثمانية تسعة.
اضرب يا سلمى. انت عمرك مسكت مسدس قبل كده في حياتك؟ اضرب يا سلمى بقولك. سمعت عن حاجه اسمها صمام الامان؟ اضربي. ده اسمه صمام الامان. قلت له جه امتى؟ ولا انا اللي قلت له؟ ايه ده؟ ده جه اهو. اهلا يا شبع. هي ده عربيتك؟ لا مش هي. صح. عارف لو كنت قلت هي كنت دفنتك هنا. هو انت لا مؤاخذه عربيتك ضايعه بقالها قد ايه؟ بقالها اسبوعين. اسبوعين؟ يا عم الله يخليك في حالك. قول لي انت جبت نمرتي من ايه؟ في واحد جاري عربيته اتسرقت من شهر وانتوا كلمتوه ولما عرفت خدت منه النمره. تقوم تيجي لوحدك كده؟ ما تجيبش حد كبير معاك؟ ايه؟ مش خايف؟ لا ما انا في ناس مستنيني على اول الطريق بره. المهم جبت فلوس معاك؟ مش لما اشوف العربيه الاول؟ ليه هو انت فاكر لو ما لقيتش عربيتك هنا يعني هتروح بالفلوس معاك؟ نجيب من الاخر. ايوه هو ده اللي مستنيينه من الاول. انا جاي ومعايا 10,000 جنيه بس مش هاخد قصادهم عربيه. امال يعني هتاخد قصادهم واحد مننا؟ لا هاخد قصادهم معلومة. معلومة؟ مكانك! ايه انتوا مش فتشتوني بره؟ ده انا هطلع الموبايل. اه صحيح فتشناه. انا هوريكوا فيديو هنا العربية انتوا سرقتوها. حكومة! حكومة رجال! انت خالد كلمك؟ خالد مين؟ انا شفتوه! دي حاملة! حاملة كبيرة أوي! يا نهار اسود! يا ده انا من ساعة ما شفتك وانا مش مستريح لك يلا! ده انا هشفرك هنا الحقيقة يلا!